يعني احنا شغالين بشكل جيد جدا، مدرب اكثر من رائع كابتن سامي عامل شغل كويس جدا. هو كنا محتاجين الوقت اللي ان شاء الله اللعيبه تستوعب فيه الفكر بتاع الكابتن، وعندنا مجموعه من اللعيبه رائعين جدا، وان شاء الله اللي جاي يكون افضل كمان ان شاء الله. يعني محمد كوكو حارس المرمى اصاب النهارده، بنشوف عامر عامر المستويات متقاربه كابتن. يعني عامر عامر من مباراه لمباراه اعتقد انه بدا يرجع للمستوى النهارده، بيقول ان عامر عامر رجع، عامر عامر بتاع الاول بدايات عامر عامر، عامر عامر منتخب مصر، عامر عامر الانديه الكبيره بتتصارع عليه. اولا الف سلامه لكوكو، وهي الحمد لله ما طلعتش صليبي، طلعت حاجه بسيطه ان شاء الله يرجع لنا بسرعه. ثانيا انا مش بتكلم على عامر انه عامر رجع او ما رجعش، عامر جول كبير جدا، وانا في مدرب منتخب كان من ضمن اختياراتي يعني. ف ان شاء الله الفتره اللي جايه يكون يعني زاد بشري جيد جدا للفرقه، وان شاء الله الفرقه كلها تقدم المستويات المطلوبه منها، وان شاء الله يعني طموحنا كبير جدا للسنه دي وللسنه الجايه ان شاء الله. يعني كابتن ناجي زي ما قلت في بدايه كلام، انت اسطوره من اسطوره التدريب في مصر، مش جديد عليك انك تشوف النهارده في لقطه احمد يحيى بعد اشتباكاته مع الجمهور ان حضرتك قمت ليه ووقفت معاه، ووقفت مع الكابتن عماد، ووقفت مع الكابتن احمد يحيى محمد فتحي، قول لنا الموقف ايه ورايك ايه في الموقف ده؟ زعل جدا. هو الحارس المرمى ما تشوف الاهداف ده، 3-1 و3-2 وانفرادات، ويعني كور صعبه يعني، ما هياش يعني حارس المرمى ما يتحملش مسؤوليه حاجه. واحمد من الناس الموهوبين جدا والحراس كويسين جدا، يعني مطلوب من الناس الدعم، ونادي الاتحاد اعتقد انه ما فيهوش غير احمد دلوقتي يعني، او ولد صغير، فمفروض الدعم، المفروض ان احنا الفرقه 11 لعيب وتغييرات ومش حارس مرمى. الحوار اللي دار بينكم يا كابتن؟ لا قلت هو بيقول عايز ابطل، عايز ابطل. بطل ايه؟ انت لسه قدامك 10-15 سنه تلعب، وان شاء الله تلعب وتبقى كويس والناس كلها تبقى واثقه فيك. لا احمد من الناس كمان على المستوى الاخلاقي حاجه عاليه جدا جدا جدا. يعني بخبره كابتن نادي اخير، كابتن ناجي اخيرا، موقف زي اللي فيه احمد يحيى وفاه اخوه من يومين تقريبا، لو الكابتن ناجي موجود كنت هتبدا بيه ولا لا؟ ما هو انا دلوقتي هو شخصيه يعني بيأسر على نفسه جدا ان هو يلعب، انه شايف ان الفرقه ما يعني ما فيش حد خبره يعني، فلعب في الظروف دي وما كانش سيء ولا كان اهداف منه ولا اي حاجه، لكن الجمهور كان قاسي جدا عليه، وانا بعتب على جمهور نادي الاتحاد في الظروف اللي الولد فيها، وكان بالقسوه دي ان شاء الله. رساله لاحمد يحيى ورساله لجمهور. انا احمد هروح واقعد معاه وهيرجع ويتمرن ويلعب ان شاء الله وكل حاجه. جمهور الاتحاد لازم يبقى يحسب حساباته احسن من كده، لانه يحيى هو الحارس الاساسي بتاع النادي، فلازم ادعمه ولازم افضمه. شكرا جزيلا.